وحاجه مهمه مادامنا في التحكيم وربي راه عالم، جو سوي كونتر بيرسون، ني لي شان هادو لي بلاطو ني لو ان تي في ني والو. الناس كل ناحيه التحليل التحكيمي، فرنسا ماشي دير، تونس ماشي دير، طليان ليبيا ماشي دير، الالمان ماشي دير، ايطاليا ماشي دير. حنا لا حاكمين التحليل التحكيمي هذا، لازم يتنحى، ولازم وزير الشباب والرياضه يدير رساله لو ان تي في يتنحى التحليل التحكيمي. التحليل التحكيمي تنعتوا لنا لقطات والناس تعرف، الناس تعرف باسكو انا نشوفوا في التحليل تاع التحليل التحكيمي سي ايغيل كانت الانترفونسيون تاعو الحكم اللي دار النهائي كانت في محلها، وتقول اربيتر سي ان اونترينور كي اونتريني ليكيب ناسيونال سي ان كران جوار سي ان كران توم تري كومبيتون اللي يعرف التحكيم وين وقعدوا قاعد النقاش هكذا ويقول له او حط له قرعه ما كانش. لكن حتى زكريني ايضا كان في التحكيم ويعرف التحكيم ما كنتش ما يعرفش وما كنتش راني ضد زكريني بان فهم والانسان بيا وبيني وبينه قدر ولكن انا نقول لو ان تي في نهضر مع لو ان تي في يجي زكريني والله يجي بيشاري والله يجي مسعود ولا طاوس يدبر راسه ولكن ينحيوا التحليل التحكيمي تتنحى المشاكل. هل هذا يأثر الحاج؟ هل هذا يأثر على حكام أم أنه؟ أون بو با إتر جوجي بارتي. شي زكريني عضو في اللجنة، لجنة التحكيم. كيف؟ ينظر ضد الحكم تاعو. والله لازم يشكرو. إي دي فوا إي طول دي جيب دير لا فيريتي لا فوتو إلا. إي سا نارونج با هو. الصورة هي تتكلم، الصورة هي تتكلم. كاين اللي يشتيه كاين اللي ما يشتيهش. كاين يشكرهم. او مليح زكريني كي ما يشكرهم شي هكذا الحقيقة لي زيكيب ما يشتيوه ولي زاربيط ما يشتيوه قابلة و يا خويا نحيو التحليل التحكيمي سي زكريني يروح يكون راه عضو في التكوين في لافاف يروح لافاف يكون ونحيوه بالمناسبة بيان سير شوف سمير حبيبنا وصديقني ومقادرني ويسلم عليا ولكني مانيش ضده سميرة ضد التحليل التحكيمي في التلفزيون راح طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.